انا ظلمتك، حقك عليا، انا اسف. انا ممكن اتحمل الظلم من اي حد في الدنيا الا انت يا زياد. وانا بعترف لك ان انا غلطان في حقك، ممكن اعمل اي حاجه ترضيكي. مش عايزة حاجة، انا بس نفسي ارجع اطمن تاني، نفسي ارجع احس معاك بالامان. وحشني قوي الاحساس ده يا زياد، كلامك خوفني قوي. حاسه ان انت اتغيرت. جميل، انا بحبك ومليش حد غيرك، ما اقدرش استغنى عنك. انت ظهرتيلي في وقت كنت محتاج لك فيه بجد، وعمري ما انسى وقفتي جنبي. طب ما انا وقفت جنبك في وقت انت كنت محتاجني فيه. ليه مش عايز تقف جنبي وانا محتاجه لك؟ انا محتاجه لك قوي يا زياد، وهفضل محتاجه لك على طول. هتقف جنبي ولا لا؟ أكيد طبعا هقف جنبك. طب قومي يلا، بلاش نضيع وقت. أنا فين؟ عازمك على العشاء، ممكن؟ انا عندي مانع. طيب ممكن حضرتك تسمعيني لحد الاخر بس وبعدين تقرري؟ اتفضل. اسمعي بقى البيان. تعرضت التربويه الفاضله الدكتوره شهيره علام لحمله اعلاميه ممنهجه خلال الايام الماضيه، وذلك بغرض تشويه صورتها والنيل من تاريخها الطويل في مجال التعليم. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.